فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالطهارة من الأحداث، وبين أن الطهارة من الأحداث تكون من حدثين: الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فأما الحدث الأصغر فإن له نواقض ثمانية سيأتي ذكرها، وأما الحدث الأكبر فإن له موجبات ست سيأتي أيضا ذكرها إن شاء الله. فهذه تسمى الأحداث: الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وهذه الأحداث يجب التطهر منها قبل العبادات التي تشترط لها الطهارة. فكل عبادة يشترط لها الطهارة فلا بد من التطهر من الأحداث قبلها. وهذه العبادات سيأتي ذكرها عند الحديث عن الغسل، ما الذي يشترط له الطهارة. من أهم هذه العبادات الصلاة، لأنها تتكرر، وقد جاء فيها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير تطهر، بغير تطهر. فدل ذلك على أن الطهارة شرط. ولذلك يقول الشيخ: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، أي لا صلاة صحيحة له. إذ النفي في الحديث يحمل أولا على الحقيقة، فإن لم يمكن فإنه يحمل على الصحة، نفي الصحة، فإن لم يمكن فإننا نحمله على نفي الكمال، والحديث هنا محمول على نفي الصحة.